مشاهدينا هلا رح ننتقل لفقره الابراج اللي كلنا طبعا بنحبها. زميلتنا الاء اليوم رح تحكي لنا عن موضوع جدا مهم، وهو كل برج كيف او ليش اصلا بيعمل بلوك. صباح الخير الاء. صباح الورد. موضوع شيق جدا يا فرح. موضوع شيق جدا، يعني فعلا ممكن يكون انه كل برج بكون في عنده طريقه مختلفه انه يعمل بلوك للاشخاص. بالضبط، بيعمل بلوك على السوشيال ميديا. انا صراحه اعترفت من اولها، انا من الاشخاص اللي اي حدا بيضايقني او اي حدا باخذ منه موقف بعمل له بلوك. بتعرفي الاء، بعض الاشخاص بظنوا انه البلوك ممكن يعتبر ضعف، ولكن هو لا طبعا مش ضعف. ليش حكيتي بالضبط؟ هل هو ضعف؟ لا بالضبط مش ضعف. انا ما بشوفه ضعف قد ما انه خلص انا ما بدي اعرف إشي عن حياه هذا الشخص، وبالتالي ما بدي هذا الشخص يعرف إشي عن حياتي. بالضبط. فبرا حياتي يعني برا حياتي. بالضبط. خلينا نعرف معناها. انا مختلفه شوي عن فرح. هلا بنشوف القوس. احكي لنا هلا، خلينا نعرف عن طريقك كل وحده فينا كيف. اكيد. اول نقول مرحبا اصدقائي من جديد بفقره الابراج بيوم بيوم. اليوم رح نحكي، هلا كل واحد فينا عنده طريقه كيف بيعمل بلوك وشو هي اسبابه بلوك على السوشيال ميديا او بلوك بحياته كمان الواقعيه. كمان بنبلش مع اول برج، هو برج الحمل. هو اسرع واحد بيعمل بلوكات الحمل، لانه حدا كثير عصبي، كتير دائماً بيتخذ قرارات سريعة، فبتلاقيه أول ما صار عنده ثورة غضب من الشخص اللي عم بيحكي معه على السوشيال ميديا أو على الشاتنج بشكل عام، إنه إشي على السوشيال ميديا، تلاقيه صار عنده ثورة غضب وعصب، بلش يحكي كلام بيجرح وبيضايق للطرف الآخر. بعدين لو في 1000 كبسة بلوك مش واحدة، ليكبسها باللحظة اللي هو معصب فيها هلأ، بس بعد وقت بتلاقيه صفان وهدي، ندم، راجع حاله شوي، برد يرفع البلوك وبرجع بيحكي مع الطرف الآخر ولكأنه إشي صار. برج التور ما عنده هذا الحكي كلياته مثل الحمل. برج التور بيعمل لك بلوك من حياته، يعني بكون شايفك عم بتنزل بوستات، عم بتنزل أشياء قدامه على السوشيال ميديا، أو حتى على الواقع لو شافك وأصلاً متجاهلك ولا كأنه شافك، كأنك حدا شفاف، فهو مش مضطر أصلاً يعمل لك بلوك، لأنه بيعرف يعمل لك بلوك بفكره بعيونه، حتى لو أنك قدامه عمل له بلوك، عمل لك بلوك عفواً. ننتقل لبرج الجوزاء. برج الجوزاء بحطك بقائمة البلوك عند لما يبلش يشعر بالملل منك، لما تبلش العلاقة روتينية معه وانت عم تعمل أشياء وبتكرر الأشياء اللي عم تستفزه، بيعمل لك بلوك لهذا السبب، إنه زهق، إجا مزاج الملل منك، العلاقة الروتينية المتكررة، أنت شخص ما عم تتغير، ما عم تعمل خطوات وتطورات جديدة معه، فبيعمل لك بلوك نهائي إنه ما ترجع حياتي، أنت حدا كتير ممل وأنا استنزفت كل طاقتي ووقتي معك. برج السرطان لا، مش قصة مثل الجوزاء إنه هو مل أو صار موضوع روتيني، لا، السرطان إذا انجرح، إذا حس إنه الطرف الآخر عم يجرح فيه كثير بالحكي وعم بزودها معه، هو عم بيحكي معه السوشيال ميديا وضايقه، فما بده يزعل منه أكثر برج السرطان، فما بيعمل بلوك كعقاب إله، إنه أنا بوقفك، إنه عم بسكتك أنا لحد ما أهدى وأتقوقع مع نفسي، أرمم حالي ورد، برجع برفع عنك البلوك ونتناقش بالموضوع، بكون أنا هديت، ما تجرحني بزيادة لحتى أنا ما أعمل لك بلوك، هو حفاظاً بس على مشاعره برج السرطان. انت الا برج الاسد. برج الاسد مش فارق معه عمل بلوك ولا لا، لكن عنده بالنسبه له بلوك هو الحد اللي انت اللي بتزعجه فيه، كل ما زدت بازعاجك لبرج الاسد هو وقتها بعمل لك بلوك، لانك انت كثير ازعجته وهو حاول ينبهك اكثر من مره وانت ما ردت عليه واستقصدت انك تضايقه، وقتها بعمل لك بلوك لانه تحملك زياده على اللزوم، هو عارف حاله ما اخذ قرار نهائي فيك، بس ما بياخده عن عصبيه بالمره. ننتقل لبرج العذراء. هو حدا مفكر وحدا كتير حكيم، ما بيعمل بلوك ببساطة، ما بيعمل بلوك بسبب أي موضوع تافه أو أي موضوع مارق أو صار بينكم موقف، لا بالعكس بيعطيك فرصة، لأنه هو بحس البلوك هو أداة تهديد يضل يهددك فيها بس، فبيستخدمها كسلاح عشان يهددك فيه. بعدين بصير يراقبك من بعيد، بيبعد عنك شوي بدون بلوك طبعا، بصير يراقبك على السوشيال ميديا من بعيد، اذا انت عم تعمل اشياء لسه عم بتضايقه وعم تستفزه فيها، بتاكد وقتها انه انت قاصد انك تزعله، وقتها بيتخذ فيك قرار البلوك، بس مش قرار فوري، يعني بيجي معه برج العذراء. برج الميزان هو بيستخدم بروده بالبلوك،
قبل البلوك بيستخدم التجاهل، التجاهل البارد جدا، بيحاول يتجاهلك، يتجاهل الاشياء اللي انت عم تنزلها على السوشيال ميديا، يتجاهل صورك لانه هو برج مثالي فما بحب يفوت بنقاشات كتير حاده، دائما بحاول يكون متوازن بعلاقته مع الاشخاص، بعدين بياخذ فيك قرار نهائي بحط عليك اكس وبطلعك من حياته كمان مش بس انه بيعمل عليك بلوك، فبتلاقي انك انت استنفذت كل فرصك وقت برج الميزان معه، فلهيك هو بعمل لك وقتها بلوك. برج العقرب ما بتعرف ليش عمل لك بلوك. طب ليش عملت لي بلوك؟ ما بعرف. عرف لحالك، لازم تعرف لحالك. طيب انا زعلتك بشيء؟ ما بعرف. عرف لحالك. بتلاقي برج العقرب عمل لك بلوك بدون سبب، هو غامض اصلا حتى بموضوع السوشيال ميديا، حتى لو شغلات صغيره بتلاقيه غامض فيها، لكن ليش بيعمل لك بلوك؟ ممكن لسبب، مثلا انك ما علقت على بوست كثير مهم بالنسبه له وانت لازم علقت عليه. اوف طب انا ما بعرف، انك زعلت لاني انا ما علقت على البوست. لا لازم تعرف لحالك، لازم تهتم فيه زي ما انا بهتم فيك. سواء على فكره انثى او ذكر، ما بحكي عن انثى، انثى او ذكر عندهم نفس الاسلوب، بتلاقيه عمل لك بلوك بدون ما يعطيك أسباب، ولازم تعرف لحالك الأسباب. فنصيحة، حاول مع برج العقرب عقول على كل بوستاته وما تمرقوا له أي شيء هيك. بنتقلنا لبرج القوس. برج القوس لا مش هيك، برج القوس عنده إذا ضليت تضايقه بمواضيع هو بكرهها، أحاديث تفتح مع مواضيع تستفزه دايما، مش ميوله، ضايقته بكتير، بتحملك واحد اثنين ثلاثة ألف، بعد الألف بعمل لك بلوك. ولو شافك بمكان واجيت عاتبته قلت له ليش مثلا برج القوس ليش عملت لي بلوك، عادي بكل وقاحه وصراحه بقول لك لانك بتستاهل. ألف مره نبهتك مواضيع هاي ما بحب تنفتح معي ولسه عم تفتح معي مواضيع انا بكرهها، فانا اضطريت اعمل لك بلوك، فتخلينيش اضطر اعمل لك بلوك من حياتي. حاولوا ما تلعب مع برج القوس يعني، اوكي هو لطيف بس ما نلعب معه كثير نشد عليه يعني. بنتقلنا لبرج الجدي، هو طبعا دائما بحكي عنه انا برج عملي، بياخذ قرار البلوك بعد وقت طويل، اصلا هو مش فاضي يعمل لك بلوك، عنده شغله. هلا امتى بياخذ قرار البلوك؟ لما يحس انك انت استهلكت الوقت اللي هو عم بيشتغل فيه، هو عنده شغله كثير مهم، فما تحاول انك بشغله تشوش عليه، تبعت له مسجات تضايقه، تفتح معه مواضيع مش وقتها وهو بوقت شغله تحديدا، حاول اي موضوع بدك تفتحه افتحه بس يروح من شغله، لأنه إذا اتخذ فيك قرار البلوك كتير راح يضايقك، يجرحك بالحكي، بعدين يعمل لك بلوك نهائي من عنده على السوشيال ميديا، حتى لو شافك بمكان راح برضه يتجاهلك. فحاول طول ما هو برج جدي عم بيشتغل ما تضايقه أبدا. بانتقالنا لبرج الدلو. برج الدلو مختلف عن كل الأبراج، برج الدلو هو اللي بيستفزك عشان تعمل بلوك، هو اللي بيضايقك عشان تعمل بلوك، بكون هو متضايق منك على فكرة بس ما بده ياخد قرار البلوك، بصير يضايقك يستفزك، الأسلوب اللي يتعامل فيه معك يجرحك كتير ليوصلك لمرحلة يكرهك فيه عشان انت تتخذ قرار انك تعمل بلوك على السوشيال ميديا. غريب برج الدلو، حتى غريب الأطوار بهاي القصة. بنتقالنا لآخر برج، هو برج الحوت، بيعمل لك بلوك بنص وجهك. برج الحوت امتى بيعمل لك هذا البلوك؟ لما برج الحوت هو برج دائما انا بحكي عنه حالم، عنده ابداع، عنده خيال واسع. لما يكون قاعد بصفوه عم بتعكر عليه صفوه، عم بتعكر عليه مزاجه، عم بتعكر عليه اشياء تضايقه، لما تطلعه من الافكار الابداعيه من الخيال اللي هو فيه، وقتها هون هو بيعمل لك بلوك بنص وجهه، لانه بقول لك انا ابداعي وخيالي صعب جدا أضل أطلع فيه ولأربط الأفكار عندي أوصل لهاي المرحلة تيجي أنت تعكر علي صفوي بكل بساطة، فرح أكيد أعطيك بلوك. بمناسبة أنه برج الحوت هو المبدع، بدي أحكي ثانكيو لصديقتنا رؤى، هي الميك أب أرتست، دايماً الأبراج اللي في عندها حس إبداعي بتلاقي ميولها يا شعر يا فن يا أشياء فيها ألوان، فبدأ أقول شكراً كتير على الميك أب الحلو إلي وللصبايا يا رؤى. برج الحوت برضه هي رؤى. بهيك بنكون خلصنا فقرة الأبراج لليوم، بشوفكم بالحلقات الجاية. إلى اللقاء يا أصدقاء. شكرا لك. انا البلوك من هلا. في كل برج بتحكي بحكي انا بيني وبين حالي اوكي هذا البرج لازم ننتبه منه، بس بالاخر اكتشفت انه كل الابراج لازم ننتبه منها. بعدين الحلو انت عم تحكي عن برج فرح بتعمل هيك.
مزبوط مبسوطة. بتعرفي أنا لا من الأشخاص اللي ما بعمل بلوك، يعني بس أطلع شخص من حياتي خلص بخليه قدامي، بتعامل معاه زي كأنه مش موجود. برافو عليكي، هذا أحسن إشي بالعالم. شكرا لك ألا. عفوا حبيبتي، أهلا فيكم. أعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب.